إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لست أدري أن أعبر خواطري وأحاسيسي لأني عجمي لا أجيد اللغة العربية، ولكن العواطف والأحاسيس والمشاعر التي تتلاطم وتتزاحم في صدري لما أراكم لما أسمعكم القلب يذوب والعقل يطير. ماذا لنا وأين نحن من الله وأين نحن من خزائن الله وأين نحن من الإيمان والقرآن؟ نعم نحن في المصيبة، نعم نحن في الورطة، نعم نحن في المشكلة، ولكن أين الله؟ ولكن أين الإيمان؟ ولكن أين القرآن؟ ولكن أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا كورونا جاءت لتحيي قلوب أناس بعدما ماتت أو كادت. هذا كورونا جاءت لتنبهك من نومك، جاءت لتوقظك من غفلتك. الرجوع إلى الله تبارك وتعالى مقصد هذا، ليس المقصد إغلاق المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. نعم نتيقن، لا نقول عن الحمية ولا نقول عن يمين وعن شمال، ولكن أرى من ناحية الإسلام، ولكن أتفكر من ناحية الإيمان. صديقك يأتيك صباحا ونهارا، صديقك يأتيك نهارا وليلا، صديقك يأتيك ظهرا وعصرا، صديقك يأتيك طعاما وشرابا. مضت الزمان، مضت الأيام، لا يأتيك. سألك أحد أين صديقك؟ فتقول أنا غاضب عليه، قد أغلقت بابي له فهو لا يأتي. اليوم فالله تبارك وتعالى ساخط علينا، غاضب علينا، ليس الإعلان منا بل هذا الإعلان والآذان من الله تبارك وتعالى. صلوا في بيوتكم. أيها المؤذن أضف في أذانك، صلوا في بيوتكم ربكم لا يريدكم، صلوا في بيوتكم ربكم قد سخط عليكم، صلوا في بيوتكم ربكم غاضب عليكم، صلوا في بيوتكم ربكم لا يلتفت إليكم، هذا عذاب من الله. أكبر عذاب، أعظم عقاب، أشد عذاب هو البعد من الإيمان والقرآن. أي عذاب أشد من هذا؟ قد حرمتم من الحرم. أي عقاب أشد من هذا؟ قد حرمتم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أي عذاب أشد من هذا؟ قد حرمتم من المصافحة. فأين نحن من هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأين نحن من هذا؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأين نحن من هذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأين نحن من هذا؟
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وأين نحن من هذا والله على كل شيء قدير أين نحن وأين القرآن إخوتي في الله فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون المقصد من هذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى الرجوع كيف؟ الرجوع كيف؟ نتوقف عن المعاصي نتوقف عن المعاصي نعم إن كنت لا يؤذن لك للصلاة فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فاجعل بيتك قبلة فاجعل بيتك للصلاة بيتا لله تبارك وتعالى فاليوم نحن في حاجة شديدة أشد حاجة من الطعام أشد حاجة من الشراب أشد حاجة من النوم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن يوفقنا وإياكم التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى